نيافة الأنبا أرمية اللي هو رئيس المركز الثقافي عمل في هذا المجال، كان مجال عمل بقاله فترة طويلة تطوعي، ولكن في الفترة الحالية لينا أهداف كمان أكتر من كده، إنه نشتغل مع الدولة ونساعدها بأصوات كل الناس اللي موجودة هناك في بناء رأي عام مساعد للدولة المصرية، ويظهر فيها جميع الإيجابيات المتاحة والممكنة. عندنا مشاكل في ضيقات وما ظنش في حتى في أمريكا بدون مشاكل، في أمريكا ناس كتير جدا عندها مشاكل، ولكن طريقة التعبير عن المشكلة والوصول إلى الحل دي طريقة يمكن التفاهم عليها، ولكن ليست بإن احنا نقف قدام بعض، احنا نتفاهم مع بعض، نوصل لأرضية مشتركة من التفاهم. وأنا بدعو في البرنامج دون إن احنا نستفيد من النقاط الإيجابية اللي موجودة، وما نبتديش من الأول دايما، ما نضيعش وقت كبير نلف حوالين نفسينا، ومش كل واحد يجري ورا البالونة بتاعته اللي عمره ما هيوصل لها. اعرف فين النقط الإيجابية، اعرف فين مراكز القوة بتاعتك في الخارج، وابتدي اشتغل عليها. مصر عندها الكثير والكثير جدا، ناس كتير بيحبوها وناس كتير بيتمنولها انها تقوم، وفي ناس كتير بيتمنولها انها تقع. خلينا مع اللي بيتمنولها انهم يقوموا، ودول ناس كتير وموفقين جدا، واحنا عندنا تجربة ناجحة جدا هنعملها من خلال خبر صار هنقوله بعد شوية، في انه وصلنا لمعادلة ممكن الاستفادة منها والبداية بيها والبناء عليها، ولكن احنا بنقول انه كل اللي في ايدينا مفروض نشتغل بيه. الوقت معانا والرئيس ده بيحبنا، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها ابدا اراء تتبني من الفراغ. زي ما الرئيس اوباما جه هنا وقال كلمتين حلوين في جامعة القاهرة، وناس كتير بنت عليها كلام واحلام وبدون عمل، حتى ان كان هذا صحيح لكن لم يصل لنتيجة. احنا في ايدينا فرصة لازم نستغلها، واظن انه لما بتتاح فرصة مرة واتنين واحنا شفنا عيوب الماضي نقدر نشتغل في الجديد في الفترة الجاية. دول الخليج عندها معضلات ومشكلات كبيرة في الفترة الحالية، خاصة بالتأثيرات الاقتصادية، خاصة بالبيئة اللي حواليها، لكن من ضمن الحاجات اللي ملهاش معنى ومش قادرين نفهمها، وهي انه حتى واحنا في الضيقات بتاعتنا مش عارفين نشتغل مع بعض. يعني البيئة في الخليج فيها مشاكل ومصر ليها مشاكل، ولكن يخرج بين الوقت والآخر مشاكل بين الإخوة، لكن لازم تتحل ونكمل مع بعض. احنا ساعات بنحس انه في وسط المشاكل دي بدل ما نشتغل مع بعض بنشتغل ضد بعض، ويمكن دي حاجة من الحاجات اللي المفروض ليها مراجعة كبيرة جدا. بدل ما نتعاون مع بعض بنشتغل ضد بعض. بالظبط، والإمكانيات بتاعتنا اللي بدل ما نوظفها ببعض، وانت عندك مشكلة وانا عندي مشكلة عشان نطلع من المشكلة بسرعة، بنبعد عن بعضينا، وده عمل غريب. يعني حتى في السياسة الأمريكية جايز نختلف مع الاتحاد الروسي في حاجات كتيرة، ولكن في قضايا كتير بنتجمع مع بعضينا ونشتغل. لازم نعرف ازاي نشتغل مع بعض، لازم نعرف ازاي نشتغل بإمكانياتنا، ونستثمر الخطة او الحاجات اللي اوكي تم تشغيلها. وانا بقول ان المركز الثقافي شغال من 2010، وله النهاردة حجم ناس ومتابعين المركز الثقافي الامريكي بيفوق 1,000,000 فرد من الاجانب والمصريين، ودائرة علاقات كبيرة وشبكة اتصالات ضخمة جدا يمكن الاستفادة بيها والبناء معاها وتشغيلها، بالإضافة للمجهودات الأخرى ممكن نجيب نتائج جيدة جدا.